إذا نكمل في عرض النتائج الخاصة في تصميم كل من البيم والكالم. طبعا عالجنا في الدرس السابق عملية التصميم، واستفادينا من الأمر الخاص في عملية تحديد الفريم أو الإليمنتس في ماذا كان هو ناجح أو فاشل في التصميم. طبعا هتقول أريد نتائج كيفية عرض النتائج بتفاصيلها الكاملة حتى نشوفها بشكل أفضل. خلينا ننتقل هنا على الإليفيشن وأذهب هنا على الستوري. طبعا الان مثل ما تلاحظ هو في الاساس لما تقوم في عمليه العرض ده يعرض لك longitudinal reinforcement، ثم بعد ذلك يتبعها لك في الكود اللي انت صممت عليه في الدرجه الاساسيه اللي هو سي اي الفيرجن 11. طبعا الان بالنسبه الى الاعمده، هذه الاعمده اللي انت تلاحظها الان امامك، الاعمده طبعا ببساطه في الاساس احنا بدنا نشاهد من ايش هو هذا. في الاساس المفروض يكون عندنا يعني الان اوكي احنا في الاليفيجن في البلان. اوكي احنا في البلان، خلينا نروح على الاليفيجن حتى تكون عندنا الاعمده ايضا ظاهره. اوكي الان بالنسبه الى الاعمده كتفاصيل كامله، مثل هذا عندي العمود اللي هو 1500. البرنامج طبعا يبدي يقرب لك النتائج، فكيف تتاكد من النتائج مالتك نتائج التصميم؟ احنا راح نبدا نتناول هذا الموضوع طبعا في المشروع العملي، ولكن اخذ النتائج اللي يعطيها لك البرنامج على شكل ريبورت. فيمكن ان اقر عليه كليك ايمن بهذا الشكل، ثم بعد ذلك راح تجيك هذه النافذه اللي هي الانفورميشن الكامله عن التصميم، معلومات الكامله عن التصميم. وتلاحظ انه البرنامج انه بالاساس ستيب باي ستيب صمم لك في النقطه الاولى وفي منتصف العمود وفي النهايه. تلاحظ انه نهايه العمود احنا عندنا يعني في الاليفيجن بالنسبه للستوري الاول كاليفيجن طبعا اللي هو 3.3. طبعا هذا العمود اللي احنا عارضينه هو في الاساس العمود اللي هو على ارتفاع 4 متر، ولكن في الاساس هو صمم لك 3.3 يعني ياخذك كلير بطبيعه الحال. اوكي فهو صمم لك يعني في البدايه وفي المنتصف وفي النهايه. الان ك عملية details فيمكن أن أقوم بعرض كل التفاصيل الخاصة في عملية التصميم هذه حتى أتأكد من النتائج مالتي، سواء كانت كنتائج تصميم نتائج التصميم اللي هي ناتجة من التحليل بطبيعة الحال، أو كالنتائج اللي هي الخاصة بحديد التسليح. تضغط على details راح إيش يعمل لك؟ يعمل لك هذا الريبورت، وهذه الصفحة راح تتعود عليها، هذه الصفحة الخاصة في الريبورت تقدر من خلالها أن تقوم بتصفح كل التفاصيل الخاصة في التصميم لأي عنصر بهذه الطريقة. طبعا تتأكد انه هذا دا يشتغل عندك في تابز اي نسخة، واللايسنس اللي موجود عندك طبيعة الحال على الريبورت المعني، وانه دا يشتغل في اي كود. اوكي ثم بعد ذلك راح تجيك مجموعة الخصائص او الخصائص بشكل عام الخاصة في العنصر. اول شيء التفاصيل الخاصة في هذا العنصر، انه موجود في اي ليفل، الاليمنت مالته، السكشن مالته، اسم مالته طبيعة الحال، ثم بعد ذلك اللينث مالته بشكل كامل اللي هو 400 مليمتر. اوكي التايب مالته اللي هو سوي سبيشال، السكشن بروبرتيز خصائص السكشن اللي هو 300 في 500 بي في اتش، والكفر مالته اللي هو 60 مليمتر، الكفر تورشن 27.3. هنا عندك خصائص الماتيريال، يعني هو يبدي سكشن بروبرتيز وماتيريال بروبرتي، ثم بعد ذلك ديزاين كود، ثم بعد ذلك عندك اللود تفاصيل اللود بطبيعه الحال. اذا في الماتيريال ده يقول لك انه الاي سي المودلس الاي سي عندك هذه الاف برايم سي 27.58، الفاكتورز اللي انا اشتغلت عليها والاف واي هي هذه والاف واي اس هي هذه. اوكي الديزاين كود باراميترز هذه مقادير الفايل اللي هو دي يشتغل عليها بطبيعه الحال. اوكي هو باعتباره تايد اذا راح ياخذ 0.65. هنا عندك الاكسيال فورس والبي اكسيال مومنت الديزاين، يعني هنا التفاصيل الخاصه بالتصميم. احنا طبعا راح نبدا نعالجها، ناخذ هذه النتائج ونبدا ما نحلها بشكل يدوي، ونستخدم برامج او شيتات اكسل مثلا حتى تتاكد من التصميم مالتك هل هو مطابق او لا. اوكي فطبعا هنا راح يعطيك البي يو والام يو 2 والام يو 3، فهذه عندك البي يو ديزاين. اوكي والام يو 2 اوكي سالب 23.8 طبعا، وعندك الديزاين بالنسبه للام يو 3 اللي هو 39.1206، وعندك المينيمم ام 2 ايضا تكيها، والمينيمم ام 3 اللي هو راح يبدي يشتغل عليها بطبيعه الحال. اوكي وبشكل مباشر ايش يعطيك؟ يعطيك كميه حديد التسليح اللي احنا شفناه 1500، اضافه الى ذاك يعطيك ريبار اري، هنا عندهم خطا طبعا، الريبار اري مكرين علامه البرسنت النسبه المئويه،
يعطيك كمية الريبار والنسبة بشكل مباشر. تبقى هنالك بعض التفاصيل اللي هو اكسيال فورس والبي اكسيال مومنت، بعض الفاكتورز اللي هو اخذها بطبيعة الحال في التصميم، اللينث اللي هو اشتغله ايضا واخذه، والشير ديزاين ايضا، هذه التفاصيل الخاصة في الشير بطبيعة الحال. وعندك الجوينت تشيك الخاصة في الجوينت، الان هي كلها يعني فارغة، وايضا الامور الخاصه في الكباسيتي اذا كان عندك بيم كولم كباسيتي ريشيو. اذا هذه مثل ما تلاحظ تفاصيل كامله خاصه في ايش، في التصميم. هذا يعتبر عندك السمري بطبيعه الحال. عندك لو تشوف انه عندك ايش بالنسبه لهذا الريبورت، راح تشوفه مقسم الى سمري فليكسرال، يعني فقط تفاصيل خاصه في الفليكسرال، اوكي. هذه عندك الشير ديتيلز، هاي التفاصيل الخاصه في الشير ديتيلز مثل ما تلاحظ، اوكي. احنا صفناها في السمري، والجوينت والبي سي سي ار ديتيلز، اوكي، والانفلوب، هذا عندك التفاصيل على اساس يكون عندك انفلوب، اوكي. طبعا اللي يهمنا هو السمري، يعني الملخص العام عن التصميم. هذا بالنسبه الى العمود. بالنسبه للبيم نفس الشيء، لو تاخذ اي بيم موجود عندك فنفس الكلام راح يبدي يتكرر عندك، تاخذ ديتيلز عليه بهذا الشكل، وراح تشوف نفس الكلام هذا انه بادي لك بالبيم اليمنتس سكشن مالته، الماتيريال مالته المستخدمه، الديزاين كود باراميترز، بعدين معطيك المومنت والفلكسر انفورسمنت فور ام يو 3 بطبيعه الحال، التوب والبوتوم، كميه حديد التسليح الموجوده عندك ريكواير ريبارت في التوب وريكواير ريبارت في البوتوم، اوكي. هنا عندك في التو اكسس الموجب والسالب بطبيعه الحال. هنا عندك الديزاين مومنت اللي دي يشتغل عليها، ويمكن ان تاخذ هذه النتائج وايضا تقوم بالحل عليها بشكل يدوي حتى تتحقق من يعني في النتائج مالتك، وراح تشوفها ان هي مطابقه بنسبه 100%، اوكي. هنا عندك تفاصيل خاصه في التورشن فورس والتورشن رينفورسمنت، وايضا التفاصيل الخاصه في الشير مثل ما تلاحظ الان عندك، اوكي. الان نقول اوكي، هل هنالك بعض التفاصيل الاخرى؟ نعم هنالك عندك بعض التفاصيل الاخرى. بالنسبه للعمود يمكن انه تقوم بعمل او عرض الانتراكشن مالته، اوكي. هذه عندك الانتراكشن، يمكن انه تستفاد عندها في عرض معلومات تفاصيل خاصه في الانتراكشن بطبيعه الحال، يعني لازم تاخذ بنظر الاعتبار ان البرنامج ايضا يتيح لك عمليه عرض الانتراكشن بالنسبه الى التصميم لكل بي ام 3 لها، يعني كل بي موجوده عندك راح تشوف عندك الام 3، وهذا عندك الانتراكشن سيرفيس مثل ما تلاحظ الان امامك، وايضا عندك الكرنت الكيرف اللي هو او العلاقه ما بين البي وما بين الام دي، يعطيها لك بهذا الشكل، اوكي. وباي نقطه اذا تريد القيمه شوف انه حرك مؤشر الماوس عليه دي يعطيك اياها هنا، اوكي. جيد، ايضا نفس الكلام يبدي ينعكس عندك اذا ردت انه تقوم بعرض النتائج بشكل جرافيكالي، يعني تريد تعرض النسب، فيمكن انه اذهب هنا على الديزاين كونكريت فريم ديزاين واعمل ديزبلاي على الديزاين انفو مالتي، ولتلاحظ الان هو حديد التسليح الرئيسي اللونجيتيودنال رينفورسمنت، فاقول له اعطيني النسبه المئويه للريبار، اوكي. مثل ما تلاحظ هذه النسبه المئويه دي يعطيها لك بالنسبه الى حديد التسليح. هنا عندك يعني 1%، وهذه التفاصيل الخاصه في البيم دي يعطيك اياها في ثلاث مواقع مثلا تلاحظ الان امامك.